بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. من شويه كده نشرت اللي هو ضبط المدخلات في اكسل، اللي هو يعد عدد الحروف او عدد الكلمات داخل جمله محدده. الفكره كانت في ان احنا بنعد عدد الحروف داخل الكلمه، وبنحذف المسافات من الحقل، ونرجع نشوف العدد قد ايه، ونبدا نطلع من عن طريق عمليه طرح بسيطه او احصاء اللي هي طرح زائد واحد، نطلع عدد الاسماء الموجوده. الفكرة دي أساسا أو اللي حببني إن أنا أشرحها هو موضوع استبدال كلمة بكلمة تانية في إكسل. كتير بنحتاج إحنا الموضوع ده، عشان كده في شرح برضك دلوقتي إزاي هنستعمل الموضوع ده داخل برنامج إكسل. كتير إحنا بنضيف روابط زي كده، اللي هو رابط الصورة مثلا لبرنامج إكسل. طبعا إحنا لما بنضيف الرابط خلاص الرابط بيكون مسكن داخل البرنامج، ما بينفعش الصورة تظهر إلا إن كانت في الرابط ده. لسبب ما او لاخر بنحتاج ان احنا ننقل الصور من او ننقل البرنامج من جهاز لجهاز، او نغير مكان الصور على الكمبيوتر. في الحاله دي بنحتاج ان احنا نعيد عمليه الربط، سواء كان سبب الربط ان احنا بنحتفظ بملفات وعايزين نعرضها في البرنامج بتاعنا، او صور، يعني صور هتكون ظاهره في البرنامج. انا شرحت الموضوعين دول قبل كده على القناه، ازاي انك تخلي البرنامج تضيف فيه صوره او تضيف فيه ملف. طبعا الملف ما بتضافش داخل البرنامج، ولا الصوره بتضاف داخل البرنامج، اكسس المساحه بتاعته صغيره شويه، وزي ما قلنا هو جيد جدا في التعامل مع الشركات الصغيره والمتوسطه. لكن طبعا لو هتضيف الاكسس فيديو او صور او حاجات زي كده، بيبدا الحجم يزيد بسرعه جدا، والبرنامج بيبدا يتقل معاك، او يبقى العمل بتاعه مش زي ما هو مطلوب. فخلينا في موضوع حاليا دلوقتي. مثلا انا عندي هنا صور لشركات الطيران، وضايفها عندي على العنوان ده، تمام. ودلوقتي هنقل البرنامج من جهاز لجهاز، او هنقله هبعته لواحد وعايز ان انا اعدل المسار بتاع الصور عشان تظهر عنده في الجهاز التاني. نشوف دلوقتي الموضوع ده هنعمله ازاي. اول حاجة عايزين نشوف ازاي هنعملها، يعني من باب التنوع كنموذج وكاستعلام. خلينا مثلا دلوقتي هنعمل مثلا نموذج بسيط، نخلي مصدر بياناته الجدول بتاعنا، ونجيب الحق، تمام، ونشوف هنا ازاي هنغير الامتداد. نسمي نفسنا الحق لتغيير، عشان الامور تكون واضحه معاكم كمان هخلي فيه هنا حقل يظهر فيه القيمه قبل التغيير، تمام. الحقل اللي هنغيره اللي هو حقل الامتداد. طب خلينا نعمل استعراض كده عشان نشوف شكله عامل ازاي. ده حقل الامتداد، لو اتنقلنا ما بين السجلات الحقل اللحظة الرقم ده بتغير، تمام، هو ده الحقل المختلف معاه. طيب عايزين نحط هنا قيمة نقول إن الامتداد ده اتغير، هنخليه مثلا على الدي مباشر. خلينا نجيب أول حاجة الحاجة اللي هو هيبحث عليها العنوان، لأن طبعا من غير الرقم الأخير، إن الرقم ده هو اللي بيتغير. أنا هخليه يبحث عن العنوان، لبليز. هيدور في الامتداد،
القيمة دي. ويستبدلها بحرف دي. اساس ان انا احط الفولدر بتاع الصور على الديمو باشا، والمفروض مش يديه لانه مش هيقبل على، مفيش مشكلة خليه على الديمو باشا. ونقفل الكورس. يبقى اللي انا عملته هنا ان انا بقول له يدور لي على في الامتداد، في حقل الامتداد عن المصطلح ده ويحطه ويشيله ويحط الدي نقطتين على اساس ان هو ده العنوان الجديد. تعال نشوف النتيجه. خلينا برضه نوسع الحقل دي شويه. لاحظ ان هو راح جايب رقم واحد اللي موجود في الاخر هنا وراح حطه كامتداد على طول. طيب خليني ادور مثلا، نحط مثلا على القناة كده يعني عشان ما يبقاش عندي مباشر. نشوف طب لو انا عايز احط زر تغيير، هو زر هينقل القيمة هنا يحطها هنا. هنقول هنا اسمه نص ثلاثة وده الامتداد. لازم هو بياخد القيمة ينقل. بيقول لي الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. طيب نشوف بقى، احنا طبعا مش هنمشي على كل، عندك 1000 صورة 2000 صورة مش هتمشي عليهم صورة صورة تعمل الموضوع ده. طيب فاحنا عايزين نعمل الموضوع ده عن طريق استعلام. أول حاجة قبل ما نعمل الموضوع ده عن طريق الاستعلام، نرجع هنا على الصور دي ونظبط الامتداد زي ما كان، أو خلينا نسيب دول على أساس إن يبقى باين لينا اللي اتظبط واللي لسه ما ظبطش. تمام، خلينا نعمل استعلام. في الأول هستعمل استعلام تحديد عادي وبعدين هحول. دي القيم الموجودة عندي. أنا عايز أقول أدور لي على السطر كله ما عدا كلمة شركة طيران والرقم. أنا عايز أقول له إن هي تكون في البداية، في بداية الكلام، مهما كان الكلام اللي بعد كده يعرض لي الحقل ده. هقول له لايك. اتحاد نجمه ده يعني ايا كان الكتابه اللي مكتوبه بعد الكلمه اللي انا حاططها له دي يجيبها. تعال نشوف قيمه الاستعلام عامله ازاي. نلاحظ ان الحقلين اللي فيهم تغيير ما ظهروش معايا، الحقلين دول ما ظهروش. تمام، يبقى انا كده حددت المدى المطلوب بالظبط. عايزين نحوله الى استعلام تحديث.
ونحط هنا القيمة بتاعي. هنقول له برضك البيز يدور في الحقل اللي اسمه الامتداد، ونحولها إلى نحولها مثلا إلى حرف الدي على طول. وبعد كده بنشغل الاستعلام، بس أنا عايز أوريكم النتيجة قبل ما نشغل الاستعلام. قبل ما نشغل الاستعلام كده هنشغل الاستعلام، يقول لي إنها أوشك تحديث على 8 ثقوب، بقول له تحديث. أفتح ألاقي تم تغيير كل اللي انطبق عليهم الشكل. أتمنى إن المجموعة ما يكونش حد زعل مني إن أنا أجلت الفيديو ده لغاية ما توصل عدد المشاهدات لـ1000. كده اللي قال التقدير خسرنا كتير، بالعكس بقى التقدير هيخليك في نظر كبير وميكس سنس إنك تقدرني. وأتمنى إن يستمر دعمكم بعمل شير ولايك للقناة ودعوة أصدقائكم للاشتراك معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.